السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رحلتنا طبعا بتكون رحلة صيد، أنا والعم، وإن شاء الله بنكون في كريات متجهين إلى السيفة كما تلاحظون، بتكون صيد في هذا المكان. شوفوا مثل ما تلاحظون، اليوم بتكون رحلتنا رحلة صيد، وإن شاء الله الليخ موجود، المقادير موجودة، كل شيء موجود، والعشاء موجود، وإن شاء الله يكون معانا الحظ اليوم، وإن شاء الله السمك، وإن شاء الله بنصيد سمك اليوم، وتوكلنا على الله. جزيرة راس ابو داود، شوفوا كيف ان شاء الله، شوفوا هناك الجبال، مسكنا قيادة القارب طبعا أول مرة، وإن شاء الله تكون عمو، إن شاء الله تكون الأمور طيبة. هو طبعا بيعقل ليخ، تركب الإنارة، وطبعا كذا رفعنا الموتور ماكينة طبعا، عقينا الليخ، والحين نستريح، بعد شوي نعقل المقادير السنارات، ممكن في شيء، وإن شاء الله خير. الحين جالسين مريحين طبعا، استرخاء، وضع استرخاء الحين وسط البحر، وطبعا الحين خلاص وقت الغروب، خلاص الحين غروب، خلاص وقت المغرب، صراحة أول مرة، بس تحس نفسيتك يعني مرتاحة.
الحين حطينا السمك في الثلاجة، بنحط الفلق طبعا، اهم شيء البيبسي موجودة. الحمد لله وصلنا على السوق، نزلنا الأسماك في السوق، والحين وقف سحبنا القارب فوق كما تلاحظون، وقفنا هنا والحمد لله انتهينا من رحلة الصيد. وطبعا هي بالآخر أرزاق، والحمد لله كل واحد جاب رزقه، كل واحد بنصيبه. وهذا السمك اللي اخر مره كنت مصورنه مثل ما لاحظتوا، اللي صدنا يعني، والحمد لله على كل حال. ورغم ان هذه اول تجربه حالي، فان شاء الله ما بتكون اخر تجربه. وبكذا جينا ننهي الفيديو. كنتوا ما مشتركين في القناه، اشترك في القناه وحط لي لايك، وفي امان الله، مع السلامه.